السلام عليكم. أداة هوت جير فيها شوية إمكانيات جميلة جدا، من ألذها بالنسبة ليا إن أنا ممكن أقول له إن أنا عايز أعمل إكستراكت للفاميلي، فبيصدرهم لي. بس الميزة اللي هنا إن هو بيصدرهم في كاتيجوري، يعني بيبدأ يحط لي فولدر فيه كل الويندو، فولدر فيه كل الدور، فولدر فيه كل الفرنتشر. فدي ميزة كويسة جدا. ممكن تحدد إيه الحاجات اللي أنت عايز تصدرها وتستثني بعض الحاجات لو في بعض الحاجات أنت مش عايزها. انت بتيجي من هنا وتحدد الفولدر اللي انت هتصدر ليه وليكن بالشكل دوت، وبعد كده تقول له اوكي، فهو يبدأ يعمل فولدرات بحيث ينظم لك الملفات اللي انت هتصدرها.